الآن مع المشهد الثالث والأخير، مشهد إلى طفل رضيع وهو عبد الله الرضيع الحجة الكبرى. فلنستقبل هذا المشهد بأحر الصلاة على محمد وآل محمد. آتوني بطفلي أره قبل الفراق، ويل لهؤلاء القوم إذا كان جدك محمد المصطفى خصمهم. أيها الناس، إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار؟ نعم أيها الأمير، أمرك أيها الأمير. ففهمت كلام الأمير عمر بن سعد وسددت السهم في وسط القوس وصرت أنتظر أين أرميه. فبينما أنا كذلك إذ لاحت مني التفاتة إلى رقبة الطفل وهي تلمع على كتف أبيه الحسين. عندها رميته بالسهم، فلما وصل إليه السهم ذبحه من الوريد إلى الوريد. وكان الرضيع مغمى عليه من شدة الظمأ، فلما حس بحرارة السهم رفع يديه من تحت قماطه واعتنق أباه وصار يرفرف بين يديه كالطير المذبوح. عندئذ وضع الحسين يده تحت نحر الرضيع حتى امتلأت دما ورمى بها نحو السماء، فلم يسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض. اللهم لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح، هون علي ما نزل بي أنه بعين الله.